ساندرا سعد. على هذه المشاهد اليومية سرد جبور دويهي كلمات روايته الأخيرة حي الأمريكان نسبة إلى المدرسة الإنجيلية التي تحولت إلى مركز لجهاز مخابراتي فيما بعد بحسب ما ورد في الكتاب، ويطل الحي على نهر مدينة طرابلس حيث لا حيلة للساكنين للوصول إلى بيوتهم سوى صعود الأدراج. المدرسة تركت طرابلس، والأحياء المحيزة يعني غلب عليها طابع الفقر المتزايد، ومؤخرا بلشت تسري فيها مثل يعني ما عم بيسري بكل المحلات، محلات اللي فيها الخليط يعني من الفقر والشعور بالإهمال بالتهميش لأسباب ولدوافع ولتشابه مع آخرين، عم يعتنقوا هذه المسلك اللي بسموه جهادي. ثلاث شخصيات أساسية في الكتاب: انتصار أم إسماعيل الذي توجه لتفجير نفسه في العراق، والعاملة أيضاً في منزل عبد الكريم العزام ابن الأكابر الذي أغرم براقصة الباليه في فرنسا. شخصية بكتاب بدها كتير قطع غيار من المجتمع، يعني ما فيك تجيبي شخص وتعملي منه شخصية روائية، مستحيل، إلا بده ينضف له مقتطفات من كتير أشخاص تانيين. يعيش جبور دويهي مع عائلته في صغرتة، ويقصد طرابلس يومياً ليجلس في القهوة ويكتب ما في خاطره، أما القارئ الأول فهو زوجته. إنه واحد بيقرأ هالناس بيعرف تقريباً إنه هيدا أسلوب فلان، إذا تنقول يعني، بس كمان إذا في إمعان بالأسلوب وتكرار لقله بيفتقر، بس بده يجرب كمان يستكشفه أكثر ويجدد فيه. المطالعة الأدبية عند جبور دويهي من بديهيات الحياة وليست سعياً افتعالياً، ومن كثرة تفاعله مع الكتب وتدريس الأدب الفرنسي في الجامعة اللبنانية ولدت لديه رغبة في التعبير يشبهها بالحرفة. هذا هو الحي المعروف بحي الأمريكان، واختاره جبور دويهي ليس فقط عنواناً لروايته بل منبعاً لشخصيات واقعية تتكرر في التاريخ وباتت روائية. ساندرا سعد لبرنامج اليوم على الحرة، طرابلس، شمال لبنان.